السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا عندي مجموعة من الملفات وعايز ادمجهم في ملف واحد، اجي هنا من اوبجكت واقول تكست فروم فايل، وابدأ اختار المكان اللي انا حاطط فيه الملفات بتاعتي. المفروض ان انا عندي مثلا رسالة وعاملها على كذا فصل او كذا ملف، وعايز ادمجهم كلهم في ملف واحد. مثلا الملفات اهيت، ابدأ اعلم عليهم كلهم وهقول له اعمل لي انسرت، فيبدأ يدمج لي الملفات دي كلها في ملف واحد.